دينا. توجه يحيى راشد وزير السياحة إلى روما لعقد لقاء مع مسؤول السياحة في الفاتيكان لمناقشة الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومن المقرر أن تعقب الزيارة توجه الوزير إلى إسبانيا للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وانتخابات منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية. يأتي ذلك فيما أكدت وكالة نوفا الإيطالية أن السياحة في مصر شهدت تطورا كبيرا مع بداية العام الجاري، متوقعة تنشيط السياحة خاصة بعد زيارة بابا الفاتيكان لمصر. دكتورة غادة، برأيك هل تنجح مصر في استثمار وتفعيل هذا المشروع الذي يمكن أن يكون مصدر جذب مهم لمسيحي العالم الذي يقدر عددهم يمكن أن يتجاوز المليارات؟ أنا عايزة أقول لك إن موضوع مسار العائلة المقدسة ده والسياحة لزيارته كان أوريدي موجود أيام مبارك، لأنه أثير زمان في التسعينات وكان بيجي سياح مخصوص علشان الموضوع ده كتير. لكن إحنا لما نشوف إن طبعا بالتأكيد زيارة البابا كانت مهمة جدا وكانت فخر لنا كلنا، لكن لما نعرف إن البابا تساءل عن أخبار قضية ريجيني إيه، فما فيش داعي إن إحنا يعني إحنا عايزين ناخد الحد من غير ما نقدم السبت. احنا بنلف على كل بلاد الدنيا نطلب 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 حاجات متنوعة. طيب هما في المقابل هيستفيدوا مننا ايه؟ يعني احنا النهاردة لما يوصل الامر لدرجة ان بابا الفاتيكان يجي يسأل على موضوع ريجيني، وطبعا ما كانش ده السؤال الرئيسي، لكن اذا هذا في بؤرة الاهتمام. فعلى الاقل قبل ما نتعشم كده ان هم هيشتغلوا لنا وهيبتدوا يروجوا للسياحه، لا تخيل انت لو حسمت الموضوع بتاع ريجيني ده على اي وجه، اعترفت بالخطا او قدمت العمل whatever الوجه الحقيقي فيه ايه، لكن كان وجه فيه شفافيه وفيه صدق، بالتاكيد الوضع السياحي والأزمة السياحية اللي موجودة عندنا دلوقتي هتبتدي تنفرج. لأن لما البابا يتكلم، البابا ده رئيس رؤساء العالم فعلا، هي مكانته كده، يعني رئيس امريكا بيبوس ايديه، اي رئيس في اوروبا بيبوس ايديه، فده رئيس رؤساء العالم، فقدره وطلبه لن يرد. فاذا كان احنا المشكله بيننا وبين ايطاليا ما زالت معلقه في موضوع ريجيني، فيا ريت علشان احنا اللي نساعد نفسنا كمان، يعني مش معقوله ان احنا نطلب من الغرب انه يساعدنا واحنا مش بنساعد نفسنا. يا ريت الموضوع ده يتحسم بشكل لائق بينا وشيك يرضي الأطراف كلها.